بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا لاستثمار هذا الشهر الفضيل، لاستثمار أيامه صياما واستثمار لياليه قياما، آمين. رمضان والإحسان. الإحسان كلمة جامعة لكل خير، الإحسان كلمة جامعة لمعاني الإتقان، لمعاني الجمال، لمعاني الإبداع. ربنا عز وجل خلق هذا الكون وأحسنه وأتقنه، بديع السماوات والأرض، وخلق الكائنات وحسنها، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والإحسان يتجلى في عديد المجالات، من هذه المجالات مجال القصد، النية. النية هي الأساس. العبادات لا تقبل إلا بالنيات، والنيات تفيد الجزم والحزم، وتفيد التمييز بين العبادات والمعاملات من جهة، وبين العبادات في حد ذاتها. نعطي أمثلة توضيحية للتمييز بين العبادات والمعاملات أو العادات. مثلا واحد كيتوضى، بين الوضوء لازم يراعي ترتيب الوضوء، ترتيب الأعضاء اللي يغسلها وهكذا، ولازم الموالات ولازم شروط الوضوء الصحيح. ولكن ممكن يغسل وجهه، يغسل بشكل عادي يعني عادة من أجل النظافة فقط. وش يميز بين هذا وذاك؟ بين الفعلين هو النية. إذن النية تميز بين العبادات والمعاملات من جهة، وكذلك النية تميز بين العبادات في حد ذاتها. مثلا واحد كيصوم شهر رمضان، لازم بنية شهر صيام شهر رمضان، أي صيام الفرض، ولا بعد رمضان ينوي صيام مثلا صابرين، يعني 6 أيام تاع شوال، هذه نافلة. ما الذي يميز بين رمضان وبين أيام شوال؟ هي النية. وربما أيضا بعد رمضان كان اللي عليه قضاء يقضي أيامه التي أفطر فيها بعذر، كما ورد ذلك في القرآن والسنة. فما الذي يميز بين الفريضة في الوقت يعني أداء، وبين الفريضة أو الفرض قضاء، والنافلة؟ كل ذلك يميزه النية. لذلك فالنية هي الأساس. هذا هو المجال الأول، لا بد من تحقيق الإحسان في مجال النية. وهربي فنادم مريخ ذم النية، إلى قتل النية صفا زديث. والنية سيسر يميز ير الفرض أكذ النافلة، ير العبادات أكذ المعاملات نغ العادات، ما لا يمنع روح هذه الوضوء. إذا ليس عن النية غير الوضوء، الوضوء تزليث يزرع مشاري ثير الطب مشواذ فيروا مشاري السير ذمش، ولكن ما كان يزمر ذي السير ذار ذا نظن ذا العادة ذي زيز دي مانيس ذا شري فرق نير الوضوء أكثر ذا نظن ذا النية ذا غير العبادات. مثلا ونار يوزم لقور رمضان هذه سعو النية، هذه يوزم رمضان يعني ذا الفرض، وميك في رمضان هذه سعو النية نظن اسم النية صيام صبرين، هذه يوزم صبرين والسني شوال نغوني ساعة القضاء باش هذه غرم والسني كتشا ميك ساعة العذر صحاب الأعذار. النية ذا الساس. لذلك الإحسان في مثلا في 36 إلى قذيلي الإحسان ذي النية. ورب سبحانه يناد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
والله يتقبل أنصاف الأعمال ولا يتقبل أنصاف النيات. المجال الثاني هو مجال العبادة. أمرنا بأن نعبد الله بإتقان، بقدر ما نستطيع نحسن عبادتنا، نجملها بمراعاة أركانها وشروطها ومندوباتها وكل ما يتعلق بإبداع أو إتقان العبادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تنسى في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي عليه الصلاة والسلام ينيس معاذ بن جبل نيس والله راك حملة ينيس تسيارة مثفوك التزاليثيك أتدعو ضرب بستين ضربي: اللهم أعني على ذكرك، أربي عيوني بشك ذكرى وغفل غارة، وشكرك بشك شكرى في النعمة كذا يدفكر أي نزريغ وينور زريغ، وحسن عبادتك بشك عبد العبادة ينكمل العبادة إلهان. والمجال الثالث هو مجال الأخلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. خاصة في هذه الأيام مع أيام وباء كورونا، كما تعلمون الناس لا يصافحون بعضهم بعضا ويعوضون ذلك بالبسمة. عموما الناس يتبسمون، وهذا من السنة، وهذا مما يجمل مشاهد لقاء الناس، ومما يقرب بين الناس ويؤلف بين القلوب، البسمة اللطيفة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والأخلاق الحسنة عموما مقصودة في دين الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ويقول أيضا في حديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو المجال المهم، مجال الأخلاق الذي يجعلنا يتعايش مع الناس. خياركم أحاسنكم أخلاقا. تسأل الله عز وجل أن يوفقني لحسن عبادته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقبل الله منكم ومنا الأعمال الصالحات. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.